أنا كتير بحب حضر مستحضرات التجميل وعزمت كم صاحبة من أصحابي تنحضر كم وصفة كلنا سوا مع بعض، وكمان بدي إياهم يستمعوا للارك سوفورد وهي خبيرة بالصحة الطبيعية وعندها كتير معلومات عن بعض المكونات الموجودة بالمنتجات يلي منشتريها من الأسواق. في ناس بفكروا إنه إدارة الأغذية والأدوية بتطلب من الشركات إنه يختبروا منتجاتهم ومستحضراتهم قبل ما يبيعوهم بالسوق. ما لازم تفكروا إنه المنتجات اللي عم بتحطوها على جسمكم اختبروها من قبل. إدارة الأغذية والأدوية بتقول إنه مصنع المستحضرات بيستعمل أي مواد خام كمكون للتجميل وبيسوق هالمنتج بدون ما يحصل على موافقة أبداً. من دون موافقة الإدارة يعني ما ضروري يكون تم اختبار المنتجات يلي بتستعملوها. اعملوا أبحاثكم، وإذا ما فيكن تفهموا شو هن المكونات ما تشتروها. فكروا تعملوا هالمنتج انتو لحالكن. في كتير بدايل لمستحضرات التجميل فيكن تعملوها لوحدكن، والمكونات منا غالية، فيكن تحضروها، فيكن تعرفوا تماماً شو في بقلبها.